عسلامه، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مع سابورا بونات. نرجعكم في الجزء الثالث من سلسله الاعداد العشريه، واليوم باش نشوفوا مع بعضنا تطبيق الطرح في الاعداد العشريه. وبطبيعه الحال سنرى حالتين دارجتين، وهي طرح عددين عشريين من بعضهما او طرح عددين احدهما عشري والاخر صحيح طبيعي. كما فعلنا بالضبط مع الاعداد الجمع، نعم نفس الشيء، ولكن تعلمون ان الشرط الاساسي في الاعداد العشريه، عفوا في الطرح، ان يكون المطروح منه اي العدد الاول هو دائما الاكبر، او لا يجوز دون ذلك. طبعا الطرح لا يمكن أن تضع عددا صغيرا وتطرح منه العدد الكبير، هذا مستحيل. حسنا، عليك أن تحافظ على العدد الكبير في المرتبة الأولى. الآن سنبدأ مع بعض طرح عددين عشريين وسنرى الطريقة، وهي ليست بصعبة، إنها تشبه كثيرا طريقة جمع عددين عشريين. أولا نقرأ ما نملك من الأعداد. 83.7 ناقص 14.01، كيف نكتبها؟ نكتبها بالطريقة نفسها. فلنأخذ هذا المثال، وسأخذ هذا الجزء حتى أحافظ على أو أستغل جميع الفراغ. لدينا هنا الفاصلة، نكتب الجزء الصحيح، ثم نعود إلى الجزء العشري، ثم نضع علامتنا مهما كانت، ثم نأتي إلى العدد الثاني، نكتب الفاصلة أول بنفس الطريقة، ثم نكتب الجزء العشري بشرط أن تحافظ على الانتظام، ثم إلى هذا جزء صحيح، ثم نكتب الجزء العشري بشرط المحافظة على الانتظام، ثم ببساطة تضع السطر. المرحلة الثانية وهي الموازنة، هنا فراغ، أضع موازنة، هنا 4 أرقام وهنا 4 أرقام. هذه المرحلة مهمة حتى لا تخطئ وتجمع الأعداد بالخلاف أحبتي، لا تحتقروا هذه المرحلة. إذن الآن سأنطلق إلى الحساب. 0 إلا 1 لا أستطيع، أستلف 10 يصبح 10 إلا 1 9. حسنا، تلك 10 نعيد 1 إلى هنا. 7 إلا 0 مع 1، 7 إلا 1، 6، الفاصلة تنزل دون عناء. 3 إلا 4 لا أستطيع، أستلف 10، 13 إلا 4 كم يساوي؟ 9، أحسنتم. ثم استلفنا، علينا أن نرجع 1، 8 إلا 2، 6، النتيجة ببساطة شديدة 69.69. انظروا، حقا هذه مصادفة. المثال الموالي، لدينا 52.113 ناقص 31.12. أول خطوة هي كتابة الفاصلة، ثم الجزء الصحيح، ثم الجزء العشري، ثم علامتك، نعود مرة أخرى إلى الفاصلة، الجزء الصحيح مع المحافظة على الانتظام، ثم الجزء العشري أيضا مع المحافظة على الانتظام. المرحلة الثانية كتابتها، الموازنة في عدد الأرقام. أما الآن فعليك أن تحسب مباشرة، 3 ناقص 0 3، 1 ناقص 2 لا أستطيع، أستلف 10، 11 إلا 2 كم أحبتي؟ 9، أحسنتم. استلفنا 10 نعيد 1، 1 إلا 2 لا أستطيع، أستلف 10 أيضا. لك أن تسأل، هناك فاصلة تعترضني، كيف لي أن أستلف من جزء آخر؟ لا بأس لا بأس، اعتبرها غير موجودة، لا لن تؤثر على الاستلاف أو زيادة العشرة، فأقول لا ليس الاستلاف، هذه كلمة خاطئة. حسنا، هنا 11 إلا 2 9 أيضا، استلفت أرجع، 2 إلا 2 قبل ذلك أكتب الفاصلة، 2 إلا 2 0، و5 إلا 3 2، النتيجة 20.5
9993. حسناً، لك أن تتثبت. كيف نتثبت من النتيجة إن كانت هذه صحيحة أو لا؟ فقط ببساطة شديدة اجمع هذين العددين، سنجمعهم ذهنياً. فلنقول 3 مع 0 إنها 3، 9 مع 2 11، نكتب 1 ثم نحتفظ لدينا 1 هنا، 9 مع 1 10 مع 1 11، نكتب 1 ثم نحتفظ ب1 هنا، لدينا ماذا؟ 0 مع 1 1 مع ذاك الواحد نتحصل على 2، ثم 2 مع 3 5، تدا نتيجتنا صحيحة. نفس الشيء بها بالنسبة لهذه العملية، اجمع النتيجة مع العدد الصغير لتحصل على العدد الكبير، وهكذا تتحقق من أن عملك أو ما أنجزته صحيح. إلى الموالية، لدينا 310.37 ناقص 232.09. أول خطوة هي كتابة العدد بالطريقة الصحيحة، 310 الفاصلة، تتبعوا هذه المراحل بالترتيب أحبتي، فاصل الجزء الصحيح، ثم الجزء العشري 37 العلامة، ثم العدد الثاني، نكتب أولا الفاصلة ثم الجزء الصحيح مع المحافظة على الانتظام، ثم الجزء العشري 09. حسنا، في هذه الحالة لا أحتاج إلى الموازنة، لأن الاتزان أو التوافق في عدد الأرقام أصلا متحقق. هنا 5 أرقام وهنا 5 أرقام. سأمر مباشرة إلى الحساب. 7 ناقص 9 لا أستطيع أحبتي، أضيف 10، 17 إلا 9 كم؟ 8. أحسنتم، استلفت أرجع. 3 إلا 1 2، الفاصلة تنزل مباشرة، 0 إلا 2 لا أستطيع، أستلف 10، 10 إلا 2 8، أرجع هنا، 1 إلا 4 لا أستطيع، أستلف 11 إلا 4 كم؟ 7. أحسنتم، استلفت أرجع. 3 إلا 3 0. إذن أحبتي النتيجة هي 78.28. فلنتأكد طبعا ذهنيا، سنجمع هذين العددين لنحصل على الأول. 8 مع 9 17، نكتب 7 ونحتفظ بالواحد. 2 مع 0 2 مع 1 يساوي 3، هذه صحيحة. 8 مع 2 10، نكتب 0 ونحتفظ بالواحد. 7 مع 3 10 مع 1 11، نكتب 1 ونحتفظ بالواحد. 2 مع 1 3، تدا النتيجة صحيحة. حسنا، لك أن تسأل أين ذهب هذا الصفر، ورغم أننا وجدناه في النتيجة لم نكتبه هنا. حسنا أحبتي، اعلموا أن الأصفار من هذا الاتجاه غير مهمة، ولكن بشرط أن تكون جميعها أصفارا ولا رقم آخر بعدها. جميعها أصفار صفر، ولا يوجد 0 1 هنا، لا، 0 1 يعني أنك انتقلت إلى منزلة أخرى. المهم أن تكون جميعها أصفار من هذه الجهة، تحذف جميعا، يصبح لا قيمة لها. إلى المثال الأخير في هذا الجزء، لدينا هنا 740.1 ناقص 82.10. أول خطوة كما تعودنا كتابة العدد بالطريقة الصحيحة، فاصلة جزء صحيح ثم جزء عشري العلامة، فاصلة جزء صحيح ثم الجزء العشري، ثم الموازنة. لدينا هنا فراغ، علي أن أكتب فيه صفرا حتى أتحصل على رقمين قبل الفاصلة، ثم لدينا هنا 3 وهنا 2 فقط، إذن سأضع صفرا حتى أتحصل على 3 أرقام في ذاك الجزء. الآن أحسب مباشرة، 0 إلا 0 0، 1 إلا 0 1 إلا 1 0، فاصل تنزل مباشرة، 0 إلا 2 لا أستطيع، أستلف 10 إلا 2 8، أرجع، 4 إلا 9 لا أستطيع، أستلف 14 إلا 9 5، ثم استلفت أرجع، 7 إلا 1 6، يصبح العدد 658.00.
حسنا حسنا، انظروا بعد الفاصلة هنالك فقط أصفار ولا وجود لأرقام أخرى، إذن فهي أيضا غير مهمة. ستحذف الأصفار مع فاصلتها. يتبقى لنا فقط الجزء الصحيح وهو 658. لك أن تسأل لماذا حذفت تلك الفاصلة مع أصفارها؟ لأن إذا كانت فقط أصفار بعد الفاصلة نتحصل أحبتي على عدد صحيح. تذكرتم في الفيديو السابق أن العدد الصحيح هو عدد، أو العدد الصحيح يمكن أن نكتبه تحت أو وفق الصيغة العشرية بشرط أن يكون ما قبل الفاصلة جميعها أصفار. إذن لدينا هذا الشرط وقد تحقق هنا، ما قبل الفاصلة جميعها أصفار. إذن ستحذف جميعا لنتحصل على عدد صحيح طبيعي. أرأيتم؟ تلك الملاحظة في الفيديو السابق مهمة جدا، لذلك نتعرض لها في كل مرة. هكذا نكون قد أنهينا الجمع بين عددين عشريين. الآن إذا كان عليك أن تجمع بين عدد عشري وعدد صحيح، ماذا نفعل؟ كما فعلنا سابقا وباستعمال الملاحظة التي كنت بصدد ذكرها الآن، هي أن العدد الصحيح يمكن كتابته كعدد عشري بشرط أن يكون ما قبل الفاصلة جميعها أصفار. إذن كيف نكتب هذه؟ هذا عدد عشري وهذا عدد صحيح، لا يمكنني الكتاب بالطريقة الصحيحة إلا إذا غيرت كتابة هذا إلى عدد عشري. هذا عدد عشري أصلا، سأتركه كما هو، لن أغير فيه شيئا، العلامة تنزل. أما هذه القيمة عدد صحيح، سنكتبه في الجزء الصحيح من هذا الاتجاه، ثم نضع الفاصلة، ثم نضع صفرا، ثم نحسب ببساطة شديدة. تذكرتم كما فعلنا بالضبط مع الجمع. الآن سنكتب وفق العدد وفق العملية العمودية. نكتب الفاصلة، ثم الجزء الصحيح، ثم الجزء العشري، ثم إلا أو أي علامة، فاصلة، الجزء الصحيح، ثم الجزء العشري. ماذا؟ ما هي المرحلة الموالية؟ أحسنتم، الموازنة في عدد الأرقام. هنا ثلاث أرقام، هنا ثلاث أرقام قبل الفاصلة، هنا رقم واحد، هنا رقم واحد. إذن مباشرة أمر إلى الحساب. صفر إلا صفر صفر، واحد إلا صفر واحد، ثلاثة إلا صفر ثلاثة، الفاصلة تنزل، أربعة إلا واحد، أربعة إلا ثلاثة واحد. النتيجة 1.310. لنتأكد، صفر مع صفر صفر، واحد مع صفر واحد، ثلاثة مع صفر ثلاثة، هذا الجزء صحيح، واحد مع ثلاثة يساوي أربعة، أيضا هذاك الجزء صحيح. إلى المثال الموالي، لدينا عدد عشري إلا عدد صحيح. هذا عدد عشري سنكتبه كما هو، 0.2 ناقص 54، سنكتبها في مكان الجزء الصحيح، ثم نضع بعدها قبلها فاصلة، ثم نضع قبلها الفاصلة صفر، ثم نقوم بالحساب مباشرة مع نسطر. لدينا هنا فاصلة 84، ثم نعود إلى الجزء العشري، إلا أو ناقص، ثم فاصلة 54.0، ثم ببساطة نوازن في عدد الأرقام. لا تنسوا هذه المرحلة أو الخطوة، نضع هنا صفرا، هنا متحقق، عددين رقمين رقمين، لدينا نفس الأرقام. 2 إلا صفر 2، 0 إلا صفر صفر، الفاصلة تنزل، 4 إلا 4 صفر، و 8 إلا 5 3. النتيجة أين أنا؟ سأكتبها هنا، حسنا حتى لا أخطئ، 30.02. حسنا، لنتحقق إن كانت النتيجة صحيحة، سنجمع الصغير مع النتيجة، 2 مع 0 2، 0 مع 0 0، 0 مع 4 4، و 3 مع 5 8. تدا، إنها صحيحة. إلى المثال الموالي قبل الأخير طبعا،
سنكتبه كذلك وفق هذه الصيغة. حسنا، لدينا 783 ناقص 74.310. الآن أصبح العدد الصحيح في المرتبة الأولى. نفس الشيء، لا ضرر في هذا. لا تقول القاعدة أن يكون دائما العدد الصحيح هو في المرتبة الثانية، لا، يمكن أن يكون في المرتبة الأولى ولكن بشرط أن يكون هو الأكبر حتى نستطيع الطرح، أو لا يجوز. إذا كان هذا الشرط لا يتحقق لا تستطيع الطرح. حسنا، نفس الشيء، هنا لدينا عدد صحيح، عشري، وهنا عدد صحيح، سنغير هذا أينما كان، أينما وجد علينا أن نغيره إلى عدد عشري. سنكتب ما لدينا، نكتب 783 ثم نضيف الفاصل قبله ثم صفر ثم نطرح وننزل هذا كما هو دون تغيير. الآن نكتبه بالطريقة العمودية، الفاصل أولا، 783.0 ناقص ماذا؟ فاصل أولا، دائما أنسى ذلك، 74، دائما مع المحافظة على الانتظام، فاصل 310 ثم ذاك الخط. الآن إلى الموازنة، في هذا العدد لدينا رقم واحد في الجزء العشري، أما هذا ففيه ثلاثة، علينا أن نوازن. ثلاثة أرقام، هنا لدينا ثلاثة أرقام وهنا رقمان فقط، هنا فراغ سنضع صفرا. أصبح الأمر جليا وسهلا. الآن سنقوم بالحساب، صفر إلا صفر صفر، صفر إلا واحد لا أستطيع، سأستلف طبعا، 10 إلا واحد 9، ثم أرجع هنا، 0 إلا 4 لا أستطيع، أعيد الاستلافة مرة أخرى، 10 إلا 4 6 استلفت، أرجع، لا تهتموا بالفاصلة، ولكن بعد أن ترجعوا عليكم أن تكتبوا الفاصلة. عندما قلت لا تهتموا بالفاصلة أي أنها لن تعيق الاستلاف. 3 إلا 4 لا أستطيع، أستلف، 13 عفوا إلا 5 هنا، 13 إلا 5 كم؟ 8، أحسنت، 10 هنا أستلفت سأرجع، 8 إلا 8 0، و 7 إلا 0 7. النتيجة 700، عفوا دائما أخطئ، 708.690. هيا نتثبت، 0 مع 0 0، 9 مع 1 10، نكتب الصفر ونحتفظ بالواحد، 6 مع 3 9 مع 1 10، نكتب الصفر ونحتفظ بالواحد هنا، 8 مع 4 12 مع 1 13، نكتب الثلاثة ونحتفظ بالواحد، 0 مع 7 7 مع 1 8، 7 مع 0 يساوي 7، إذا النتيجة صحيحة ببساطة شديدة. حسنا، سننجز الأخيرة بالطريقة الذهنية، هنا عدد صحيح وهنا عدد عشري، هذا نغيره إلى عدد عشري. الآن سنوازن، لدي هنا ثلاثة أرقام وهنا ثلاثة أرقام، أما في الجزء العشري لدي رقمين وهنا رقم واحد، سأضيف صفرا آخر لأوازن بينها. الآن نبحث عن النتيجة، سنطرح كالعادة، صفر إلا ثلاثة لا أستطيع، أستلف، 10 إلا 3 يساوي 7، ثم أعيد إلى هنا، تخيلوا أنها موجودة تحت بعضها، 0 إلا 2 لا أستطيع، أستلف مرة أخرى، 10 إلا 2 يساوي 8، استلفت، أرجع هنا، 6 إلا 8 لا أستطيع، أستلف، 16 إلا 8 كم؟ 8 ببساطة، 8 مع 8 يساوي 16. حسنا، هنا استلفت سأرجع، 1 إلا 9 لا أستطيع، سأستلف، تعبت حقا من الاستلاف، 11 إلا 9 2، أحسنت، لما استلفت علي أن أرجع هنا، 8 إلا 3 5،
حسنا، لقد نسيت الفاصلة. كان علي أن أكتبها أولا. اهتممت بالاستلاف ونسيت الفاصلة. حسنا لا بأس، هيا نتثبت من هذا. نجمع النتيجة مع العدد الصغير، 7 مع 3 يساوي 10. نكتب حسنا، فلأعتمد لونا آخر. 7 مع 3 يساوي 10، نكتب 0 ونحتفظ بالواحد. 8 مع 1، 9 مع 1 10، نكتب 0 ونحتفظ بالواحد. هنا لدينا هنا 8 مع 7 كم؟ 15 مع 1 16، نكتب 6 ونحتفظ بالواحد. 2 مع 8 10، نعم 10 مع 1 11، نكتب الواحد ونحتفظ بالواحد. 5 مع 2 7 مع 1 8. تادا، إذن النتيجة صحيحة وعملنا صحيح، هذه هي نتيجتنا. إلى هنا أحبتي نأتي إلى نهاية هذا الفيديو. شكرا لكم على المتابعة، وحقا أرجو أن يكون شرحي مفصلا ونصيحة. لا تكتفوا بالأمثلة التي وردت في هذا الفيديو، أوقفوا الفيديو في كل مرحلة، جربوا أنواعا أخرى أو أرقاما أخرى أو أعدادا أخرى من عندكم، طبقوا نفس القواعد ونفس المراحل التي أعطيتكم لها أو أعطيتها لكم بالطريقة الأخرى، ثم تدربوا ثم تدربوا ثم تدربوا حتى تصلوا إلى مرحلة الحساب الذهني. هذه آخر مرحلة. إذن إذا لم تستطيعوا إنجاز هذه الطريقة فلا تجزعوا، لأن هذه الطريقة حقا تتطلب تدريبا طويلا. إذن فلا تملوا ذلك. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم.